كل عيلة يصرف لها 50 جنيه على وجه السرعة، واصرف خيمة لكل أسرة وبطاطين بعدد الناس. وربنا المعبود، البيت ده اتحرق بفعل فاعل. معمل الجناية هو اللي هيقرر إذا كان الحريق بفعل فاعل ولا بسبب إهمالكم. يا بيت، الشرنوبي هو اللي حرق البيت. مين الشرنوبي؟ صاحب البيت الكبير. أيوة يا أبو لطيف. كله تمام؟ انتهى خالص؟ طب والبوليس؟ طيب خليك انت هناك وبكلمني تاني. يا باشمهندس مش لسه صلاح عبد السلام الغرباوي برضو؟ اي خدمه. اتفضل اركب، عايزك في موضوع مهم. خير ان شاء الله، تعال اركب. وبالعافيه تطلع مين سيادتك؟ انا عمك ابو الفتوح، اتفضل. طيب ونيتك صافية وكل واحد بياخد على قد نيته. خد مخرطة تعمل 30 عملية هدية من الشرنوبي بيه. طب والشرنوبي بيه لا مؤاخذة بيهدينا مخرطة بمناسبة ايه؟ انت يا ابني مش الورشة اللي انت بتشتغل فيها اتحرقت؟ ولما هو طيب وبيعرف ربنا كويس حرق البيت ليه؟ شوف اديك ظلمته، الشرنوبي بيه اصله له اعداء كتير وعاوزين يلفقوا له تهمه بالزور. طب ما هو لو بريء القانون هينصفه. هينصفه؟ طب امال مين الفاعل؟ انت ايه؟ انت ما بتاكلش سلطه ليه؟ تفتكر الفاعل هيتحكم عليه بقد ايه؟ مش عارف. مش اقل طبعا من 3 أشهر حبس. بس لحسن الحظ. يعني ايه؟ يعني الشرنوبي بيه ما يستاهلش البهدله دي. ويتبهدل ليه؟ مش بتقول انه بريء؟ ومين يعرف انه بريء غير انا وانت؟ لا انا ماليش. ايه بقى اللي نقدر نعمله علشان نثبت براءته؟ لا حكايه براءه يا ابني، ده العمل الصالح له ثوابه في الدنيا. يعني المخرطة دي قصاد اني اسم الله عليك اروح المحكمة واشهد ان البيت بريء؟ لا، تروح المحكمة وتعترف ان انت اللي حرقت البيت. خير فال. طيب ها قلت ايه؟ ايه رأيك؟ سمعني الموافقة. قلت ايه؟ ما تتكلم. انت لما تقابل الشرنوبي بيه هتتفك عقدة لسانك. اقابله؟ تقابله شخصيا. انا مستعد اعمل كل اللي سيادتك تولي عليه يا فندم، بس الاول لو سمحت يعني عايز اعرف مين اللي حرق البيت. الاهمال. تلاقي واحد من السكان شرب نخلتين عجوزه، انبسط، نام ونسي الفحم مولع. اصل النيابه بتقول ان سيادتك
هو اللي حرق البيت، لان انت الوحيد اللي ليك مصلحه في كده يعني. وبرضه الناس كمان بتقول كده. وبتقول ايه كمان؟ بيقولوا انك انت ما عرفتش تبيع البيت بتمن كويس عشان في سكان قمت حرقه، وبالشكل ده تقدر تبيع الارض غاليه. ده بيقولوا المتر دلوقتي وصل 500 جنيه والمخرطه كمان تمنها 30,000 جنيه. مخرطه تقدر تكون بيها نفسك وتفتح لك ابواب المستقبل. امسك، وادي كمان 500 جنيه مؤقتا توضب بيهم احوالك. طيب والسكان؟ السكان اللي اتشردوا وبيناموا في الخيم. السكان دول ولادي، انت هتوصيني على ولادي؟ انا حملهم مساكن. وريله المشروع. تعال. اهي المساكن دي يا صلاح. فيها ميه سخنه وميه بارده؟ فيها يا فندم. فيها تلفزيونات ملونه وتليفونات؟ فيها كل حاجه يا فندم. ايه المنطقه دي؟ دي جنان يا فندم علشان السكان يشموا فيها هوا. انا عايزك تبنيني استراحه هنا. يا بلاش، كل ده قصاد 3 اشهر حبس. قضية رقم 263 لسنة 1981، المتهم فيها صلاح عبد السلام غرباوي بأنه أحرق عمدا العقار رقم 9 الكائن بشارع سكة الملكة قسم الخليفة بعد الاطلاع على المادة 252 عقوبات وسماع مرافعة الاتهام وارتفاع وشهادة الشهود. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات. ايه ده؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا ما عملتش حاجة. قلت لي ليه ما عملت حاجه؟ بناقص مخرطه 10 سنين. احنا متفقين على 3 اشهر بس. او الفتوح ده وضيع فينا بالزمن. فهمتني ابو الفتوح؟ ابو الفتوح ده بيقول لك 10 سنين. ابو الفتوح 10 سنين. هو اتفق معايا يا مين؟ اتفق معايا على 3 اشهر حبس. 10 سنين ده ايه؟ انا ماليش دعوه. 10 سنين 10 سنين ده ايه؟ انا متفق ان اشيل 3 اشهر. اللي ما عرفش يشيلها ابو الفتوح لازم تقول القاضي اللي انا بريء. ابو الفتوح لازم تقول له. الله، دي 10 سنين. ابو الفتوح 10 سنين 10 سنين ليه 10 سنين؟ انت عارف ال 10 سنين دول هيصفصفوا على كام؟ ها؟ على 5. مظبوط؟ الافراد بيتم في نص المده يا اسطى. انا مش هقعد في السجن دي يا واحد. اسمع بس، ما تخربش على نفسك. علي وعلى عجالي يا حصول. انا شايل القضيه دي بدل واحد تاني بالعربي كده، بدل الشغلوني بيه. انا شغلتي اسلمك للسجن وهناك ايه اللي يريحك؟ خلاص الحكم صدر. ما يصدر لسه في استئناف وفي ضغط وفي ابرام. انا هوصلك اكبر محكمه. وحياتك لو سمحت جيب لي عبد الحاج ده من على الباب. حاضر. انت عارف الشنطه دي فيها ايه؟ شقه. بعد ما تخرج من السجن هتنام فين؟ في الشارع؟ اتفضل يا استاذ. انت عارف تمليك شقه باسمك في عماره الشرنوب بيت في الدقي؟ ايه يعني 5 سنين سجن؟ على جزمتك يا اخي. اعزنك دخلت كليه الهندسه. ما هي 5 سنين برضه. بس اللي بيخش كليه الهندسه وبيطلع منها ما بيلاقيش شقه مستنياه تمنها 50,000 جنيه. كده ولا لا؟ ده غير بقى المخلاطه والورشه والمهية اللي هتصرف لك كل شهر طول ما انت في السجن. ما هي تكفيك وتوفر منها كمان. انت مش ناوي تكمل نص دينك؟ يلا الجدع عن كده وخلص مدتك واطلع من السجن. مهرك في جيبك والف من تتمناك. والعيش والملح يوم خروجك من السجن تلاقي عربيه مستنياك. عالزيرو تستلم مفاتيحها وتنزل بيها مصر. انت مش بتعرف السوق؟ والوالده راتبها هيروح لها لحد عندها في البلد. ولا تحب نجيبها نقعدها في الشقه بتاعتك اللي في الدقي؟ إيه؟ على الاقل لما تحب تزورك يبقى المشوار بسيط. لا لا بلاش بلاش. هو حد يقول لها اني استجنت؟ اتفضل تعال امضي هنا وهنا جنب امضه البيه. شقه لوكس بقى، 6 مطارح وحمامين. تصدق بالله انا شقيتي 3 مطارح وحمام واحد بس.
مبروك عليك. مسجون بطل ضحك، بص يمينك، you
يلا يا سلام. شرفت دار الاصلاح والتقويم. اسمي كريم. صلاح. ومحسوبك شمشون. وانا فاروق. ايه رايك في اعمالي؟ هذه اعمالي بقى لمؤاخذه في القرافه. ليانك. 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 في الاول كده وبعدين معدتك هتاخد عليه. تسمع؟ شكرا. اتفضل. لا اتفضل. طب الاكل والسجاير؟ خد منه. الراجل خد. انا ما تكسفنيش بقى. صدق يا شمشون، انا قعدت اشتغل في الورقه ام خمسه دي، لو قلت لك طبعت منها يجي 10,000 ورقه ولا اي حاجه خالص. اتجوزت وفتحت بيت واخر نغمغه، الحكومه كانت تايهه عني خالص، لكن لما فكرت ارسم دولارات مسكوني من اول دولار. شفت القيمه؟ انت بتزور؟ انا فنان برسم الفلوس. ومحسوبك بيقتل النفوس. ليه؟ شغلتي كده اللي باكل منها عيش. جنود في البلد هو اللي مغلي علينا الجزم. انا نفسي بجوز. جوز بقى تتجوزيه ولا لا مؤاخذه تلبسيه؟ جواز مضايقنا منه. على خيره الله، انا هجيب لك ورقه وقلم وتاخد المقاس عشان تعمل حالك. ولزومهم ايه بقى الورقه والقلم؟ احنا ولا مؤاخذه هندخلها المدرسه؟ الهان المقاسة 39 وشرطتين. حلوة. قلتليش وبعت الأرض بكام؟ 700,000. 700,000؟ عملية زي دي كان ممكن تروح فيها. لا، ما واحد تاني غيره راح فيها. حمد على سلامتك. وناوي تعمل ايه بعد كده؟ هشغل فلوسي في الامن الغذائي. هو ده يجي همه. يوه، ده بيكسب كتير، ده اكتر من المخدرات. لا بقى، المخدرات قيمتها فيها. ايه رايكم ان الامن الغذائي فعلا بيكسب اكتر من المخدرات؟ ازاي؟ الفراخ مثلا في اوروبا لما تتخزن سنين في الثلاجات وتعفن يبيعوها لانها علف للحيوانات والاسماك. تقف الفرخه بشيلين لو استوردناها وبعناها بجنيه، شوف المكسب بقى. يا عيني على التكنولوجيا يا عيني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. والناس اللي هياكلوها مش هيجرالهم حاجه؟ وين جرالهم؟
خلي زحمة تخف. تهانم الناس معدتها تهدم الزهرة. كده يا صلاح الزعل يطول ايام السجن. يعني الفرح هو اللي هيأثرها؟ معلوم. مش بيقولوا الاوقات الحلوة بتمر بسرعة؟ خلاص خلي كل اوقاتك حلوة. ما في السجن زي الحرية بالظبط، فيه الحلو وفيه المر. المر انا عارفه كويس. والحلو مسيرك تعرفه. وايه الحلو بقى اللي في السجن؟ الصحوبية مثلا. الصحوبية اللي على حق تلاقيها جوه السجن، ما تلاقيهاش بره السجن. ما بقاش الا القليل. مفيش اخبار عن الافراج؟ عن قريب ان شاء الله. شمشون! صلاح! اكل ملكي.
الله، المدام نفسها حلو في الطبيخ. نفسها حلو في كل حاجه. يوم يبقى صديقتي وليا كانت عايزينها تلاقيها راجل. كانت وليا حلوه وما معهاش غير 10 جنيه. مدتها كنت باخد في الراس 100 جنيه. مدت ايدها وبتديني ال 10 جنيه وبتقول لي بقاله. قلت لا، حط فلوسك في جيبي. حرام حرام اخد منها 10 جنيه وداخل عليها عيد. وقتلت الراجل مجانا. لا هشام، بتقدر ظروف الناس. على الله بقى القاضي يقدر ظروفي. قاضي ايه؟ الاستئناف يعني ولا ايه؟ لا، دي قواضي قتل قديمه غير اللي انا داخل بيها. هي الجلسه امتى؟ 15/6 اللي جاي. تفتكر هاخد اعدام ولا مؤبد؟ طيب ايه رايك بقى انك انت هتطلع براءه؟ ازاي؟ انت مش قلت للولايه خلي فلوسك في جيبك؟ اه، ما هو كان داخل عليها عيد. خلاص كل سنه وانت طيب. وانت طيب. اه، ولا يا فاروق؟ النيله.
الجواب ده والنبي يا فندم. لا انا قريته لك قبل كده 10 مرات. اعمل ايه؟ ما هو مفيش بصه جت النهارده. هو انت ما يهدلكيش بال الا بجواب كل يوم وكل ساعه نحره. هو انت عشان ما حدش عبرك بجواب من يوم دخلتك؟ جواب اهو يا اختي. مرينا خدي قرية فايزه وسمعيه. حاضر. انا هنا بقلبي حبيبتي، ببعت لك سلام مع الحمام والزهور. لو نطقت هتقول لك بحبك بحبك بحبك. ليلة امبارح حلمت بيكي حتة حلم كان له العجب. كلام يقطع القلب صحيح لكن ما ياكلش عيش. كان حاطلك جنيه في الجواب تجيبي سجايرك. انا باخد جنيه بس انت بقى تدفعي جنيه علشان حد يبصلك. والله انت كرانيش عارفه يتكلموا. اسم الله عليكي يا اختي يا بتاعت الجامعة. لا يا بس انتوا هاي عسيري للهيلة هوب يا شاويش قلبي بيطب. عسيري للهيلة هوب يا شاويش قلبي. بعدين دول 5 ساعات ب50 قرش. انا اولى بيهم يتحطوا لي في الكانتين. لسه برضه اخوكي ما بيزوركيش؟ تلاقيه مشغول قوي. انت عارفه بقى الدكاتره ولا بيبعت لي الجوابات؟ يمكن يكون في بعثه في امريكا ولا في انجلترا. اصل طول عمره كان متفوق في دراسته. كتر خيرك فايزه. خلي بالك بكره عيد الغطاس وانا مش جاي. جوزي اداني وعلميهم على قص الباترون. حاضر. كل سنه وانتي طيبه. ان شاء الله باذن الله كده ربنا هيكرمكم بكره والدنيا تمطر. تغرق الدنيا كلها مطر. انا كنت فاكر ان الحب مساله نزاهه ومنظره، وان اللي تعبان في عيشته ما بيجيلوش قلب يحب. مظبوط صح. لا مش صح، يعني من غير اعلام كده اللي ظروفه صعبه يحس الحب اكتر من اللي ظروفه مستريحه. انا متهيألي ان اللي ظروفه يعني متيسره ومستريحه ما يحبش. يحب ليه وكمان ما يحسش؟ بيتقتل عنده الشعور. يعني انا مثلا مع كل الضيق اللي انا فيه ده وحبيت بعت لها جوابات. انا معرفش هي مين، معرفش اسمها، انا حتى معرفش شكلها. طب ما انتش معلمها بعلمة؟ ايوه منديل اخضر كان في ايديها وكانت بتلغيني بيه. خلاص ابقى اكتب على الظرف الازازة المنديل الاخضر. Thank you.
جت، البوستة جت. طيب حاضر هقراها لكم حالا. عنك انت بس اقرا لنا. خد يا بنت شغل غسيل، خد على الباب. ده جواب شريف. علي عمر، لا عشانك انت عطيات. خدي زين. حسنية الشهيرة بفتكات رمش العين. هو مسميكي كده ليه؟ الأخت العزيزة ذات المنديل الأخضر، هديكي أرق التحيات، وأحب أعرفك بنفسي. أنا صلاح عبد السلام الغرباوي، دبلوم صنايع، شاطر جدا في الخراطة، لكن مكسبي كان مكفيني بالعافية، خصوصا وأنا عندي أحلام كبيرة. فدخلت السجن عشان أبني مستقبلي وأكون نفسي. بصراحة أنا كنت مهموم وحزين، ولكن راحت همومي لما شفتك وشفت اللون الأخضر بين إيديكي. ربنا يجعل سنينك كلها خضرة. وختاما أتمنى لك السعادة وراحة البال. مخلص ليكي صلاح. صلاح، ايه حكاية انك دخلت السجن عشان تبني مستقبلك؟ طب ازاي؟ عايز افهمها دي. فايزة، 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 أنا شايل تهم عن واحد كبير نظير إنه يأمن لي مستقبلي، واتحكم عليا بعشر سنين، لكن أنا ناوي أخرج في نص المدة، لأني بعيد عن المشاكل والشغب، وأنا متشكر جدا لأنك اهتميتي بيا، وده دليل إنك إنسانة، وقلبك طاهر، وعلى فكرة، أنا عمري ما هسألك أنت دخلت السجن بتهمة إيه، لكن يهمني أعرف محكوم عليك بقد إيه. أخي العزيز صلاح، أنا اسمي فايزة حسن، كنت في الجامعة وكان فاضل لي سنة واتخرج، لولا اللي اتحكم عليا بثلاث سنين. قربوا يخلصوا، عقبالك. أنا فكرت في طريقة نقدر نشوف بيها بعض من قريب. أطلب منهم يشغلوك نبطشية عيش. أنت عارف إن سجن النساء ما فيهوش فرن، كراية العيش بناخدها من سجن الرجال، وأنتم كل يوم بتشيلوا العيش لغاية البوابة، بوابة سجننا، سجن النساء. أنا هكون في النبطشية اللي بتستلم منكم،
بالطريقة دي نتقابل عند البوابة. بس احنا ما نعرفش شكل بعض. سهل انك تعلم نفسك بعلامة وعلم نفسي بعلامة. ولا اقولك بلاش تعلم نفسك بأي علامة ولا انا كمان، ونشوف اذا كنا هنعرف بعض ولا لا. لو عرفنا بعض يبقى ارواحنا موافقة بعض، ولو تهنا عن بعض يبقى يا دار ما دخلك شر. سيبني اعرفك بقلبي وتعرفني بقلبي. بس انا عاتب عليكي، ليه خبيت اعلانك بالجمال ده؟ صلاح لازم تعرف انا دخلت السجن ليه. انا كنت صدقيني انا مش عاوز اعرف. كل اللي عايزه دلوقتي ان المسافة اللي بيننا تصغر. أنا نفسي أشوفك من قريب وأحس إني هلاقي طريقة إن شاء الله.
شنقي في كل حتة، الجلسة قربت وانا متشائم. ربنا رحمته واسعة واحنا عبيده. دور شايب العناب. لا ما تعملش حساب فاروق، اعمل ليك انت وشمشون بس. الغدا عننا يا صلاح، انت بقالك 4 ايام ما بتاكلش. انت مضرب عن الطعام. الله، طب مش تقول لنا يا اخي صحوبية ايه ده؟ انت خدت شربة؟ لا. ليه؟ ليه؟ عشان ما يجيلكش التسمم، تاخدها دلوقتي. لا هي كمان ما خدتش شربه. انتوا متفقين تتقابلوا في المستشفى؟ ما هم نقلوها المستشفى امبارح، جسمها ما استحملش الجوع، وانا اهو ما حصلش حاجه، بان عليها واخد على الجوع. شمشون انت قلبك جامد، اضربني اضربني، افتح لي دماغي، اعمل لي عاهه، اي حاجه توديني المستشفى. تفكرني ايه يا اخي؟ ما عنديش قلب. انت هتعمل لي معروف، لازم اروح المستشفى باي حاجه. يلا يلا، حرام عليكم حرام عليكم، يلا عايز اروح المستشفى، عايز اروح المستشفى، عايز اروح المستشفى. حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم، حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم. يا صلاح نام دلوقتي، اطمن يا صلاح، ليك على ايه بكره الصبح تخرج من هنا على نقاله. قبل كده انا دكتور من الداخليه جاي للمسجونه اللي اتحولت عندكم. هي فين؟ ده رجعت السجن يا فندم. ليه بس؟ الحمد لله بقت كويسه، والدكتور قال انها ترجع. والدكتور مش عرفه، مش متعاون يخرجها، كان لازم اشوفها انا بنفسي.
لا تأديب يا روح امك عشان تحرم تبلع حاجة تانية. صلاح صلاح عبد السلام غرباوي دور 3 زنزانة 5. لكن ده انت افراج الدفعة جاي. بعد اذنك احنا هنكتب هنا في السجن. هو محكوم عليه بقد ايه؟ 10 سنين ان شاء الله هيصفوا على 5 فات منهم سنة دلوقتي يبقى فاضل 4. ولنفرض لكن هتعملي ايه في السنين دي كلها؟ هستناه. مظبوط يا فندم 10 سنين كتير بس انا مش نقعد عندكم الا 5 سنين بس لاني حاسن السير والسلوك. كلها يومين وهيفرج عنها. سيبها تخرج من غير ما تأيدها بجوازه. جوازه مع ايقاف التنفيذ. ثم كمان انا وصيت عليها في جمعيه رعايه المسجونين هيشغلوها في مصنع. كل اللي بيشتغلوا في المصنع ده كان اصلهم مسجونين وتابوا. وكمان انا وصيت عليها انهم ياخدوا بالهم منها لغايه لما تاخد الليسانس وبعد كده. يا سعاده البي خير البر عاجله. الجواز في السجن مش لعبه. ده اجراءات طويلة ومعقدة. ما تبسطوها يا فندم، احنا ذنبنا ايه؟ ذنبك انك مسجون، فاهم يعني ايه مسجون؟ يعني انت في نظر القانون فاقد الاهلية. الحب ما فيهوش لا قانون ولا فقدان اهلية. ربنا هو اللي بيؤلف القلوب على بعض. ولا يهمك يا صلاح. هي أول ما تخرج هتبقى حرة مفيش حد له حكم عليها وتقدر تكتب عليك في أي وقت. ليك عليا أعمل لك فرح ولا الهيلتون وأنت كمان يا فاروق ليلة ما يفرجوا عنك هعمل لك عنبرة ما شافتهاش السجون. صلاح تعالى عندك زيارة. جرى ايه يا ابني؟ ما انت كويس اهو. انا اول ما قريت الجواب اللي انت بعتهولي افتكرت جرى لك حاجه. جيت على ملاويش. عملت ايه في النقد؟ نقد؟ نقد ايه؟ اللي هنهزر مع الحكومه ولا ايه؟ ما كنت تقول من الاول انك مش عايز يكون لقينا بدلك بدل الواحد 1000. صدقني يا ابني في شبان كتير بيحسدوك على النعمه اللي انت فيها. تعرف انا جاي منين دلوقتي؟ تقول منين؟ مش عارف. من الشقه بتاعتك. يا سلام. اما الجدع مهندس الديكور ده طلع فنان بصحيح. عمل لك الشقه يا صلاح. اقول لك ايه؟ كأنه. وقدمت لك كمان على تليفون عقبال ما تطلع بالسلامه يكون ركب. ولا الشبابيك الامونيا بازاز في ميه عسلي يجنن. لا خليه اخضر. هي بتحب اللون الاخضر. هي مين؟ امك؟ لا فايزه. اصل احنا ناويين نتجوز بقول لك ايه؟ تبقاش تبعت لي جوابات تاني لانها بتتراقب. كلمه تطلع كده ولا كده فيها خطر عليك. سلام عليكم. شمشون شمشون اسحب ان شاء الله. لحظه يا راجل اسحب خد خد اشرب شمشون خير اللهم اجعله خير اشرب. بتجهز شويه يا شمشون عايزين نكون في المحكمه من بدري. طيب نعيمة. نعم الله عليك. احنا هنوضب الحفله بتاعت فاروق قبل ما تيجي بالجلسه هتكون كل حاجه جاهزه. دي هتكون ليلة العمر يا فاروق. مبروك الإفراج. الله يبارك يا شمشون. الله يبارك فيك. الله يبارك يا صلاح.
انت زي ابني واللي ابني بيورث ابوه. انا كنت ساكن في حته الدبال الازرق ما يعرفش طريقها في الترب الجديده بتاع الجبل الاحمر خرط الف نمره ثلاثة. احفظ العنوان كويس. المفتاح انا دفنه تحت العتبه تحت السرير صندوق فيه 1000 جنيه حلال عليك. ده انا زودهم لك يا عم شمشون. او لسه كنت حي ما تجيش. شمشون مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. شوف وشك بخير. انا حاسس اني هاخد اعدام. تفتكر اعدام ولا مؤبد؟ انا مستبشر خير. مؤبد باذن الله. قول يا رب يا عم شمشون. قول يا رب. يا رب. واحد يا ورد، اتنين يا فل، تلاتة يا ياسمين، أربعة يا أبدع ناس معلمين. يا عدوى. خمس خمسات حرامية. ست ستات مخالفين الشريعة الإسلامية. سبع سبعات يا زهرة الشباب الوطنية، وثمانية يوديك الهرم، وتسعة أم المصريين، وسعد قال مفيش فايدة، رأسنا جدع. Thank you.
انا فايزه. فايزه مين؟ الدكتور سامي حسن موجود؟ هو في الشغل. صباح الخير. اهلا. حضرتك المدام؟ ايوه. انا اخته. هو ملوش اخوات. قصدي ما قاليش ان له اخوات. وفي احلى من دول عيانين عندهم انتفاخ في جيوبهم. يعني انت سبت الطب؟ انا شطبت اسمي من سجل الممارسين وكتبته في سجل الموردين. بس احنا تعبنا قوي عشان تبقى دكتور. انا عملت اللي عملته ودخلت السجن. انا مش ناس اللي عملتيه عشاني. تحبي تاخدي مرتب شهري ولا مبلغ على بعضه؟ انا من رايي تاخدي المبلغ على بعضه. بس بتعب قوي في الشغل يا فايزه. اتفضلي. عايزه نصيحتي؟ مفيش داعي تعرفي الاشكال دي. يلا يا فاروق. انا اذنك يا فايزه محتاجه توجد برضه. شاهد صلاح لسه ما خلصتش. ما اقدرش اسلمها لك دلوقتي. ابو الفتوح قال انها خلصت. انا يا فندم اضطريت اقول لصلاح كده لما بعت لنا الجواب. انا متهيألي شفت حضرتك قبل كده. وانا ما افتكرش اني شفتك قبل كده. واثقة من نفسها قوي. قوي. يعني انت فاكره كل ال سعاده بيه دول بيقابلوا كل ليله رجاله اشكال والوان. الله يكون في عونهم. يعني اقول لصلاح ان مفيش شقه ولا يحزنون؟ ولا بلغ البوليس عن تجارتك في السوق السوداء وعن الفراخ الفاسده؟ ناقص في الميزان وبالطوابير والضرب، انما هنا وزنه قانوني وابيض ومش مخلوط ويجيلك لحد عندك في الزنزانه. انا شايل لك الرغيفين، خدي فرجيهم للاولاد. Thank you.
من عينيه. مرضيش يسلمني المفتاح الا ما هددته بعد التحقيق. عجبتك؟ زي السجن عشان انت مش فيها. قولي لي مبروك. مبروك. تاني ورا مدير السجن لغايه ما وافق على الجواز. امتى؟ هو وعدني انه هيجيب المأذون الزياره الجايه. في موضوع أنا الأوان إنك تعرفه وأقول لك عليه. أنا دخلت السجن علشان ما تكمليش. من كتر ما أنت مسامح كده متهيألي إنك مش فاهم. مش عايز أفهم. لو بتعزيني خليني أقول لك. لو بتعزيني ما تقوليش. صلاح بلاش نتجوز وأنت في السجن. هتستنيني لغاية ما أطلع؟ مش هستناك كتير، كلها يومين ثلاثة وتخرج ونتجوز وأنت حر. أهرب يعني؟ تهرب ليه؟ هو أنت المجرم؟ الشرنوبي وأمثاله هم المجرمين. أنت تقدم التماس بإعادة التحقيق وتقول للنائب العام على كله. إحنا مش خلاص خدنا منه الشقة؟ نبقى ندفع له الإيجار بالشهر. والخلو أنت دفعته سنتين من عمرك. أنا قلت لك محامي كبير قوي. بس عادة اللي بيسجل لها الكارتين هي اللي تثبت إن بالفتوح كان بيدفع لي 100 جنيه كل شهر. ودي قرينة مثبتة. وكان بيدفع لك مبلغ ده عشان أسكن على الحقيقة يا فندم. إيه أقوالك؟ هو كان شايل الفلوس دي عندي أمانة وكنت بدفع له منها مصروف شهري هو والست والدته. كان شايل عندك كام يا عم؟ اللي كان شايلهم عندي خدهم وباقي له في ذمتي 3 جنيه ونص. عشان ما يبلكش عندي ولا مليم بعد كده. شيل الفلوس دي. التحريات أثبتت إن صلاح فقير. ده شيء واضح مش محتاج التحريات. يعني ما يقدرش يدفع 50,000 جنيه؟ طبعا لا. وازاي بقى دفع لك 50,000 جنيه؟ انا ما خدتش منه ولا مليم. يعني اديته الشقه ببلاش؟ اهدتها له يعني؟ وعادي بمناسبه ايه؟ بمناسبه انه اتستر على جريمة. انا ما اديتهوش شقه. بس اللي معاه عقد تمليك. دي مش شنطتي. أنا بتهمه بالتزوير. حولوها للخبير. العقد غير قانوني لأن تاريخه كان أثناء وجود صلاح في السجن. والسجين فقد الأهلية لا يجوز له بيع أو شراء. طب ليه سلمت الشقة لفايزة؟ أنا حر أسلمها للي يعجبني. دي بنت أعرفها من زمان من يوم ما ابتدت تشتغل في الدعارة. ولما خرجت من السجن ما خلصنيش إنها تتبهدل في الشوارع. ده مش سبب كافي إنك تديها شقة ب 50,000 جنيه. بالصراحة هي عشيتي. إيه؟ انما لو الحكايه دي هتجيب لي وجع القلب بلاش منها. انا هقطع علاقتي بيها. ابو الفتوح اطردها من الشقه. منهم صلاح. احنا الاثنين ظلمنا فايزة. احنا الاثنين. عشان تبطل الامراض. سيب سيب السرعة دي. كده يبقى لك 2 جنيه ونص. بعد ما كنت بالبكايته دلوقتي بتنزل دم. اخص على ده زمن. قلب السلامة. دي مسألة قوي. افتكرتني وحش.
اتغديت بالسيرنا عشان شقه وحتتين عفش، وطلعت من المولد بلا حمص. انا بقى مجرم في حق نفسي لو رديت بالسجن بعد كده، لازم اهرب. هو انت عشان خليست يبقى خلاص السجن بقى كوخه؟ ثم انت عايز ايه من الكانتين؟ اكل ما بياكلونا هنا ببلاش، ده العيش لوحده يشبع، وبيعالجونا ببلاش، واخصائي اجتماعي بيحل مشاكلنا. بصراحه يا ابو صلاح الجماعة هنا مش مقصرين في حقنا بحاجة أبدا. دول يا راجل عاملين سور حوالين السجن، موقفين عليه حراس عشان يحرسونا، عشان محدش من بره يخش علينا هنا يزعجنا. يا أخي احمد ربنا، ده احنا في نعمة. شايف النعمة؟ شايف العيش؟ في حاجات أهم من العيش. معلوم، اللحمة. الحرية وأنت صادق. الحرية أغلى من رغيف العيش. أنت ممكن تهرب بصراحة، لكن مش ممكن تتهنى بهروبك. انا واحد من الناس هربت 3 مرات بس كل مره ارجع تاني عشان العيش طبعا. الله، ايه ده يا فايزه؟ حقا ما يديش حق فيا تكمليك ده. انا لقيت نفسي فاضيه. يا اختي استريحي، ده انت لسه راجعه من الشغل تعبانه. كمان ما تكلفيش نفسك وتشتري حاجه تانيه. يا حاجات بسيطه. انت عامله فرق ولا ايه؟ ولا فاكره نفسك دي؟ ده احنا اخوات واكتر من اخوات. والله ما انت مادة ايدك على حاجة. مادة الله، دي حاجات هعملها بصراحة. هي زيارة انت بعد بكرة، ولو سألك عشان لومبي هقول له على اللي انا ناوي اعمله فيه. فايزة، الراجل ده محدش يقدر عليه ولا حتى الحكومة. انت ناوية ناوية اطلع عين امه. سهل شوية تركوا بحثي أرضى من الجلة. بقول لك زود الأجزة. هاتي يلا يلا وين فضله كمان عبد. اكتب ايه؟ غير صالحة للاستهلاك الأدمي، تستعمل علف للأسماك. جميل، نهار أبو أسود إن شاء الله. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ولا حاجة يا حبيبي. سميات؟ ايوه، هتحللوها في وزاره الصحه. الشرنوبة يا ساعات البي بيستوردها بتراب الفلوس ويحط عليها مواد كيماويه وبعدين يبخرها بالعجل. حتى ساعتك شم؟ شم يا فندم. ده غير اكل القطط اللي بيبيعوا للناس على انه بلوبيف، والجبنه الفسدانه اللي موتت التلامذه، والناس غلابه بياكلوها. اسفين لازعاجك يا فندم. في ايه؟ عايزين سيادتك في مشوار صغير. وتفتكر ده وقت مناسب؟ انا بنفذ الاوامر. اوامر مين؟ اوامر النيابه. انا معايا امر من النيابه بالقبض عليك. اتفضل انت وانا هحصلك بعربيتي.
الافضل تيجي معايا دلوقتي. دي قله ذوق وهتدفع ثمنها غالي. هتلبس هدومك ولا هتيجي معايا زي ما انت كده؟ ننصر دينك يا فايزه. وهفضل وراه كده لغايه ما اخليه يعترف ويجي يتسجن هنا ببالك. وحياه عيونك يا صلاح، قريب قوي هتخرج. انا المتهم الحقيقي في قضيه الفراخ. انا اجرت المخزن من الشرنوبي بيه واستغليته في اعمال غير مشروعه. وادي عقد الايجار. انا اشتريت منه الفراخ على انها علف، وبعد كده بعتها للبقالين. وادي الفواتير اهي. وانت بسلامتك حسام علي. ايوه يا فندم. وادي الايجار. طارق في كليه الاداب. انا اتخرجت السنه دي. وبتشتغل ايه؟ مستني القوه العامله. ايه بقى اللي خلاك تسلم نفسك؟ لما قريت في الجرايد انهم قبضوا على الشرنوبي بيه وهو بريء، ضميري ما سمحليش. بعت لهم ضميرك ده بكام؟ هيدوا لك شقه ويصرفوا عليك الكام سنه اللي هتقعدهم في السجن. دلوقتي سعاده البيه من حقه انه يرفع عليه قضيه طرد من المخزن، حيث انه استخدمه في غير الغرض المخصص له. اتفضل. هو خد منك المخزن، وبالشكل ده ممكن ما يديكش اللي وعدك بيه، ولا انت واخد عليه ضمانات كافيه؟ يا فندم ما وعدنيش بحاجه. وارجوك تخلصني من عذاب الضمير اللي انا فيه ده. يا حضرة الضابط، البلد فيها قانون، والقانون بيقول ان اعتراف سيد الادله. قدامك واحد بيعترف وانا بنت. حضرتك شايف ايه؟ افرجوا عن الشرنوبي. توفيق، اعمل معروف، لازم تساعدنا على الهرب. يا ريت، بس العين بصيره والايد قصيره. الهرب محتاج مصاريف. اذا كان على الفلوس ربنا يدبرها. افوت على حضرتك بعد يومين تكون حضرت المبلغ والهدوم. عايزه الالف جنيه ليه؟ ابني بيهم مستقبلي. وال500 اللي خدتيهم صرفته، وانصرفت الالف دول كمان وجيت عشان تاخدي. لو طلبت منك تاني ما تبقاش تديني. لا تاني ولا اولاني، انا مش هقعد على تالي فلوس. دول يا دوب قرشين عاملهم بعرق جبيني. لو مفيش فلوس هنا هاتني البيت، اروح اطلب من المدام. انت بتهدديني؟ عايزه تفضحيني قدام مراتي. طب اعملي اللي انت عايزه تعمليه، ومش هتطولي مني ولا قرش. ومن هنا ورايح كل واحد يتعلق من عرقوبه. دلوقتي بتقول كده؟ وزمان كنت بتقول ان القفه اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين، فاكر ولا نسيت؟ ايام ما كنت بتحررني على تفتيح المخ عشان اجيب لك فلوس. شهاده الطب اللي انت مبروزها دي انا اللي دافعه ثمنها، دافعه من شرفي ومن كرامتي. طيب طيب، ادي شهاده الطب اللي انت هتذليني بيها اهي. اتبسطتي؟ روحي بعدي ميكروفون واقفي في وسط السوق وقولي انك كنت في السجن، مش هيهمني. ما انا هقول، بس مش هنا في المحكمه. ارفع عليك قضيه نفقه، انا مسؤوله منك، الشرع والقانون بيقولوا كده. أقدم مستندات بجميع أموالك وحساباتك للمحكمة، وكل واحد بقى ياخد حقه. الضرائب اللي أنت متهرب منها تاخد حقها، والجمارك تعرف تحاسبك، وأنا أخد منك نفقة شهرية. ياه، ده أنت السجن علمك حاجات كتير وسخة. وأنت السوق علمك حاجات أوسخ. واللي يضمن لي انك مش هتطلبي مني فلوس تاني. مفيش ضمان، وكل ما عاوز حاجه اخد. ايه ده؟ انت بتسرق في البيتان؟ سبت ايه للحراميه اللي بره؟ ما نسيب السجن بقى ونروح بيوتنا. انت هتعمل لنا خاوته بقى على 25 جرام ناقصين، وليك عين ترد عليا. والله انت خد خد خد. بقول لك ايه؟ سيب بقولك. بقول لك ايه؟ سيب بقولك. انا هعذبك. طفيق
يلا. سجني يا فندم. لمصلحتك ما تخرجش بره الفيلا لغايه ما نقبض عليه. يعني ايه؟ المجرم يبقى مطلوب في الشوارع وانا اتسجن في بيتي وتعطل اعمالي؟ القبض عليه مساله ساعات، احنا هنعمل له كمين هنا واول ما يظهر هنقبض عليه. اللي هرب من السجن ما يهموش الكمين. ويا ريته يظهر. انا لو شفته ده هيكون اخر يوم في حياته. ما تعرضش نفسك للمسؤوليه. المسدس مرخص وانا بدافع عن نفسي. شاويش متولي. اما يا فندم شاويش متولي هيقوم بحراسه الفيلا. انت تعرف صلاح يا شاويش متولي؟ معايا صورته يا فندم. اطمن يا سعاده البيت، انت دلوقتي في حمايه البوليس. حمايه البوليس؟ كمين ده بيتعمل ضدي عشان يراقبوني. هتعمل ايه في الشرنوبي؟ مش هعمل له حاجه. ده انت تقدر. ما يقدر على القدره لربنا. انت فاهم وانا فاهم. امال ناوي على ايه؟ ناوي اعيش. اعيش معاكي. بس مش هنقدر نعيش هنا. هنسافر. يسافر؟ يسافر فين؟ بره مصر؟ هنتقابل ازاي؟ مش هنشوف بعض تاني.
البوليس هيراقبك عشان يوصل لنا. والباسبورتات؟ حطهم في السينما ديانا، فضورة المية. بتاعت السيدات، وسيبهم في أول سفون. عايزين تسافروا فين؟ أزور لكم التأشيرة بالمرة. إيه؟ تحب تسافري فين؟ مش عايزة أسافر. أي بلد تعجبك؟ ما هي دي البلد اللي تعجبني. ودينا أي بلد ما فيهاش الشرنوبي. وفلوس الطيارة هتعملوا فيها إيه؟ شمشون سايب لي فلوس في المطرح بتاعه. أشوف وشكوا بخير. بسر الحي تلاقى فاروق. ليلتين او ثلاثة بالكتير اللي هنقعدهم هنا، استحمليهم. هو كان قال لي الفلوس في الصندوق تحت السرير. مليون نفسي اكل. تلاقيك ما فطرتش.
مفيش غير فاروق هو اللي يقدر يدبر لنا اجره الطياره. فاروق ما عندوش فلوس، انا عشت معاهم وعارفه ظروفهم كويس. يزورها لنا؟ مش هيقدر، البوليس مشدد المراقبه عليه قوي. يعني ايه؟ هنندفن هنا بالحياه؟ انت تعبان، استريح دلوقتي ما تفكرش في حاجه. برافو عليك، صوابعك بتتلفف حريق. شكرا يا دكتور. انت فين لغايه دلوقتي؟ مفيش حد في الدنيا من حقه يسال السؤال ده غير مراتي. كلمة حبيت صلاح فين؟ ما تنساش احسن اقول هو فين؟ ايه اللي معاك؟ الحمد لله مسألة هديت دلوقتي، ممكن يتوه وسط الخلق، نقدر نشتغل في اي حته من غير ما حد يضرب بينا. نشتغل ان شاء الله في الفاعل، هنشتغل لغايه ما نلم حق التذاكر وبعد كده نطير. مش هيسيبونا في حالنا، الشرنوبي والحكومه واخويا مستكترين علينا نعيش حتى في تربه. نروح لمأذون دلوقتي ونخليه يكتب علينا باسبورتات معانا تغني عن البطايق. بس الباسبورتات دي مكتوبه باسامي غير اسامينا، يعني المأذون هيجوز حسين لساميه، وانا بقى عايزه صلاح هو اللي يتجوز فايزه. هما زمان قبل الباسبورتات والبطايق كانوا بيتجوزوا ازاي؟ بالايجاب والقبول. يعني ايه؟ يعني تسالني اذا كنت اقبل اتجوزك ارد عليك واقول لك ايوه، زوجتك نفسي. تقبلي تتجوزيني؟ اقبل، زوجتك نفسي. خلاص بينا متجوزين. لا ناقص 2 شهور. اتنين شهور. ربنا هو الشاهد علينا.
فاضل قد ايه؟ كتير. الصيادة اللي وقعنا فيها. ما تفكرش في حاجة دلوقتي. فكر بكرة. النهار له عنين. يلا تعالى نام دلوقتي. Thank you.
صلاح. ورا ورا فاتر. يلا حاضر فاتر. ورا ورا فاتر. ايوه حاضر. ايه اللي جايبك هنا؟ شاب نوبة عمل عليك حملة في الجرايد. انا جاي لك عشان كده. حد يخلي باله من الباب. انت ما سافرتش ليه؟ ما لقيتش الفلوس؟ فاروق بلغ عني هو بدل 10,000 جنيه. انت اتجننت؟ اسمعني كويس. ايه بدل مكافأة اوديها لفايزة. انت عايز ترجع السجن تاني؟ عايز فايزة ما تتبهدلش. فايزة حامل يا فاروق. مش عايزة تتبهدل معايا اكتر من كده. سلمنا الحكومة. ودي الفلوس لفايزة. كلام ايه اللي بتقوله ده يا صلاح؟ انا هخلق لك فلوس دلوقتي. يا اخوانا في اتنين زمايلنا بديع. اللي معاه فلوس مش لازمها يحطها هنا. حتى لو لازمها هم اولى. احنا ما نبقاش رجاله ما كناش نساعده هو ومراته. شوف وشك بخير. العين بصيره يا ابني. النوايا تسند الزير يا امي. بعد بكرة المطار 4 بعد الظهر. انت عارف ايه عقوبة مساعدة سجين على الهرم؟ انا ما سألتوش على الهرم. اتسطرت عليه؟ ما حصلش. طب ليه ما بتقرش على مكانه؟ لأن ما اعرفش مكانه. ليه ما بلغتش عليه لما جالك المصنع امبارح؟ هو ما جاش المصنع. هو انا ما شفتوش من ساعة ما خرجت من السجن. الاستاذ فاروق برضو. انت مين؟ انا ابو الفتوح. اركب. اتفضل. انت صديق صلاح؟ يا سعادة البيه ده صديق صلاح الوحيد. وعاوزين نعرف بقى قيمة الصداقة دي عندك. تاخد كام بقى وتدلنا على مكانه؟ انت عايز ايه من صلاح؟ مش كفايه اللي عملته فيه؟ ما تسيبه في حاله بقى. انا بحمي نفسي منه. هو مش هيأذيك في حاجه. مش عارفك. انا عارف كويس. طب ليه هرم من السجن؟ وليه دخله؟ عبط تمن دخوله. اسمع يا فاروق، هروب صلاح بيضرنا احنا الاثنين. انا مش قادر اشتغل وانت كمان مش قادر تشتغل، لان البوليس بيراقبك ليل ونهار علشان انت الخيط اللي هيوصله لصلاح. والمراقبه دي منعك من ممارسه عملك التزييف لدرجه انك قبلت وظيفه تافهه في مصنع رعايه المسجونين. بتقبض منهم كام؟
ملالين يا سعادة البيه، ده قبل ما يخش السجن كان عايش ملك. وممكن يسترد عرشه. أنا هدي لك المبلغ اللي يرضيك. وأنا هديك نصيحة لوجه الله. شوف لك صنعة تانية غير التجارة لأنك ما بتفهمش فيها. بتضيع وقتك في صفقة مش هتتم. عشان نوبي بيه كنوز الدنيا دي كلها. أنا ما أقدرش أدي لك كنوز الدنيا لأني ما أملكهاش. خلينا في كنوزي أنا. أنا كنت عامل 10,000 جنيه مكافأة لأي حد يقبض على صلاح. لكن طبعاً أنت مش أي حد. علشان كده هدي لك 15,000 جنيه. وفر فلوسك. مفيش داعي تبيع وتشتري في الناس. 20,000. صلاح عمره ما هيتعرض لك. 50,000 جنيه. صلاح مسافر، هيسيب لك البلد باللي فيها. انت متأكد يا فاروق يا ابني؟ انا بنفسي حجز له تذكرة الطيارة. بالسلامة إن شاء الله. ده حقك. بس أنا مش هطمن إلا لما أشوفه بعيني وهو بيركب الطيارة. هو مسافر إمتى؟ بكرة. الساعة كام؟ 4. صعبان عليا من ساعة ما دخلت السجن ما شفتهاش. أول ما نوصل بإذن الله نبعت لها تيجي تعيش معانا. عايزاها تبقى جنبي ساعة الولادة. مش خايفة من الغربة؟ أنا ما يهمنيش أي حاجة في الدنيا قد إني أكون جنبك. فايزة
حتى انت فاروق، حتى انت. اذا كنت انتهنت عليك نفسك وبعتها بالفلوس، مستغرب ليه ان انا ابيعك؟ لازم يموت من زمان. زي ما انت يا شرموبي، زي ما انت. انت دخلت هنا ازاي؟ مش مهم دخلت هنا ازاي، ولا مهم هخرج ازاي. لا 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 شرنوبي، بلاش الحاجات دي ارجوك. ايدك لفوق. حاضر، انا مستعد انفذ كل طلباتك. انا ماليش غير طلب واحد بس. الفلوس؟ امرك، كل ثروتي تحت امرك، خدها. عمر وانا سفرك البلد اللي تعجبك. هي دي البلد اللي تعجبني؟ صلاح، انا ما ضربتكش على ايدك، انت اللي اخترت من الاول. في الاول ما كانش اختيار، كان غصب. استغليت فقري ولعبت بيا وعشمتني، ضيعتني وضيعت فايزة وضيعت فاروق والشاب اللي شيلته بدالك قضية الفراخ وغيره وغيره وغيره. تستغل ظروف الناس وتقول اختيار. الاختيار الحقيقي دلوقتي. وطبعا هتختار مصلحتك، هتختار العز والفلوس. انا دلوقتي اوفر من الاول، لكن اقدر اختار. انا اخترت حبل المشنقة. ايوه، قتل مع سبق الاصرار. صراحة يا ابني انا ما عملتش حاجة، انا كل شغلي كان عندك. شوف، وبالقانون.